مشاهدينا دلوقتي خلينا نروح نتعرف مع حضراتكم على اهم وابرز الاخبار المقرر حدوثها باذن الله النهارده واللي هنستعرضها مع بعض في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتبدأ النيابة الإدارية إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023 ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني للبيانات، وده هيكون في مقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة 6 أكتوبر اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى 2:30 عصراً. النهاردة هتقيم دار الأوبرا المصرية حفل الأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصايدي ومشاركة عازف البيانو الإيطالي جوسيبي أندالوراو بمناسبة مرور 150 عام على ميلاد الموسيقار الروسي العالمي سيرجي راخمانينوف. الحفل هيبدأ في 8 مساء على المسرح الكبير تحت عنوان وداعا راخمانينوف. النهاردة لعشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراة قوية في إطار الجولة 9 من عمر المسابقة، هيلتقي الإسماعيلي مع إمبي في تمام الساعة 7 مساءً. النهاردة أيضاً لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 5 مباريات قوية في إطار الجولة 17 من عمر المسابقة، هيلتقي بيرنموث مع لوتون تاون الساعة 5. في نفس التوقيت هيلتقي تشيلسي مع شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي مع كريستال بالاس ونيوكاسل مع فولهام، و7:30 هيلتقي بيرنلي مع إيفرتون.